أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. النهاردة بإذن الله هنبتدي لكتشر 7 في الإندوكراين، وهي خاصة بالأدرينال كورتكس. فهنتوكل على الله نبتدئ، وكعادتنا هنبتدي بالإكزامينيشن. طيب كان أداء الإكزامينيشن ده الباراثيرويد، فبيقول لي one answer is correct طبعا كما العادة regarding serum calcium ionization increases in alkalosis، خطأ طبعا هو بالأسيدوزس. most of calcium in serum is in active form، لا هو 50% أو أقل قليلا بيبقوا ionized active، فدي خطأ. increase serum calcium will lead to increase in serum phosphate، خطأ لأن حاصل ضربهم يساوي ثابت، زيادة الكالسيوم هتنقص الفوسفورس. in bound form it binds mainly to albumin، طبعا لأن أكتر منرال عندنا في الجسم قلناها في فقرة المعلومات العامة هو الكالسيوم، يبقى bound لأكتر بلازما بروتينز، اللي هيشيل أكتر واحد هو أكتر بلازما بروتين هو الألبوم، يبقى دي الإجابة الصحيحة B. سؤال تاني regarding osteoclasts، هل دي are the most numerous cells in the bones؟ لا، الاوستيوسايتس هي most numerous. هل دي have receptor for parathormone؟ لا، ما عندهمش receptor، ده هم البارثرمون يشغل البلاس والبلاس شغل الكلاس عن طريق الانترلوكين 6. هل دي are inhibited by calcitonin؟ طبعا لان الكالسيتونين بون building هرمون فبيوقف كلاس اللي بتهد، يبقى الإجابة الصحيحة C. they secrete alkaline phosphatase، لا ده الاوستيوبلاس. regarding parathormon all are correct except it activates ال 1 alpha hydroxylase enzyme in the kidney، صح وده اللي بيعمل ال 125 ده hydroxycholecalciferol اللي هو الactive form of vitamin D. it is steroid هرمون، خطأ طبعا parathormon is a polypeptide، قلنا كل الغدد بحرف البي ومن ضمنهم الباراثيرويد بتطلع هرمونات تركيبها بحرف البي بروتين او بوليبيبتايد اللي هو الباراثيرويد والبيتيوتري والبنكرياس. It causes bone resorption، صح. calcium pumped by exocytic membrane does not depend on parathormone، طبعا هو بيحصل من غير parathormone، parathormone بيزوده، لكن الكالسيوم بامب من الامورفوس كالسيوم الاكتشينج اللابايل كالسيوم في البون بيبقى بامب بالاوستيوسيتيك ممبرين اللي هو الاوستوسايتس والاوستوبلاست من غير باراثرمون. باراثرمون بيستيميليت البامب، يزود البامب، لكن البامب بيحدث من غير باراثرمون. اكشوال باراثرمون بيزوده من 7 لفوق، تحت 7 لانه وضع خطير جدا مانيفستيتني، فربنا خلاه يحصل لوحده، سبحان الله في خلقه. طيب السؤال الرابع in hyperparathyroidism all are correct except the secondary type is caused by decreased serum calcium، صح. there is increased phosphate in blood، دي غلط لان قلنا في الفوسفات والكالسيوم ادي اتنين في البلد واليورين، الاربعه دول فوسفات وكالسيوم في البلد ادي اتنين، فوسفات وكالسيوم في اليورين ادي اتنين، في الهايبرثايروديزم كلهم بيزيدوا، كلهم بيزيدوا ما عدا الفوسفات in blood بينقص، يبقى دي اللي خطأ وهي المطلوبة. في كالسينوريا تؤدي لرينال ستون، صح. في فوسفاتوريا في البول، صح. regarding tetany all are correct except it may be caused by excessive blood transfusion، طبعا عشان الأوكساليت اللي بيمنع تجلط البلد ممكن في نفس الوقت يعني يتحد مع الكالسيوم يعمل أسيب، مش أوكساليت، سيتريت اللي بيستخدم في البلد ترانسفيوجن ممكن يتحد مع الكالسيوم يدي كالسيوم سيتريت اللي هو غير متأين، يبقى ينأكتف، يبقى يعمل تيتاني. It may be caused by hypomagnesemia، دي معلومة انتوا بس اللي عارفينها، ان المغنيسيوم عنده half potency of calcium، في نوع من التيتاني سبب نقص المغنيسيوم مش الكالسيوم، يبقى دي صح. And تريسو تيست اللي بتاعت الرجل الفرنساوي ال blood pressure is elevated below systolic، لا above systolic عشان مفيش دم يروح للأرب فيحصل كاربال سباز، يبقى دي الخطأ.
الماني في ستاتين إذا سيرم كالسيوم إز بلو 7 مليغرام دي صح. وعليه الإجابات كالآتي: واحد اللي السؤال الأول 1 دي فور دادي، الثاني سي فور كات، الثالث بي فور بيبي، الرابع بي فور بيبي، الخامس سي فور كات. ده الجزء الأصيل في الامتحان، وامتحان صعب شوية، أتمنى تبقى تحاول تسمعه مرة أخرى. طيب نتوقع الله غدة مهمة جدا يا أولاد، وهي غدة الأدرينال جلاند، ومن اسمها أدرينال. انت عارف علمونا الزملاء الأفاضل بتوع التشريح ان أد يعني قريب، لما الإيد تقرب يسموها أدكشن، تبعد أبدكشن، وهي حتى جاي من كلمة أديشن يعني تحط حاجة على حاجة. فأدرينال يعني جنب الكلية، على الكلية، أدرينال جلاند، الغدة الجركلوية. تمام؟ حقيقة الأمر إن الغدة دي هي الغدة الوحيدة اللي essential for life. ده سؤال مسكيه لوحده اللي في العنوان. ليه؟ لأن بيسموها الستريس جلاند، ما نقدرش نتحمل ضغوط الحياة بدون الأدرينال جلاند. يعني جابوا فار معلكش تجربة دي، وشالوا منه both أدرينال جلاندز، وعرضوه لكرونيك بين، يعني قعدوا يشكشكوه ما تحملش البين وضعت. يعني تخيل لو ما عندناش الأدرينال جلاندز دي، والبست مع الاعتذار حذاء ضيق شوية واجعك طول اليوم، يتوفاك الله. فدي الغدة اللي هي essential for life، لأن بدونها لا يمكن أن نتحمل استرس. وهي تتكون من كورتكس، قشرة، ومظلة. المظلة خدناها في الأوتونوميك كانت بتطلع الكاتيكولامينز، أدرينالين ونور أدرينالين ودوبامين، 80% أدرينالين و 20% نور أدرينالين. الكورتكس أوريدي ثلاث غدد، يعني كأن الغدة دي لما تفكر معايا هي actually 4 in 1، أربع غدد في غدة واحدة، ثلاثة كورتك وكورتيكال زونز، واحدة اللي هي المظلة. تدي بقى واحدة واحدة. أول زون اسمها زونة جلومريلوزا، لأن شكل الخلايا محطوطة in circle زي الجلوميرولس بتاع الكلية، فعش كده سموها زونة جلومريلوزا، ودي essential for life، وبتطلع المينرال وكورتيكويدز اللي هم أهمهم الألدوستيرون، 90% منهم ألدوستيرون، ودي essential for life. ومن اسمها مينرالو يعني لها علاقة بالمينرالز. طب وألدوستيرون يعني الستيرويد المتعلق بالمية، ألدر يعني مية. ليه بقى؟ لأن الألدوستيرون ده بيحتفظ بالملح اللي هو الصوديوم كلورايد، ومن ثم المية بيحافظ على الاكسترا سيلر فلويد فوليوم، عشان كده سموه الدوستيرون الستيرويد بتاع المية اللي بيحافظ على المية، وايه هو من ضمن اهم واحد 90% من المينرال وكورتكويد بتاعت المينرال. تاني زون اسمها زونة فاسيكولاتا، لان الخلايا في شكل فاسيكلز حزم، ودي برضو essential for life، وبتطلع الجلوكو كورتيكويدز اللي هم 95% منهم كورتيزول نوت كورتيزون. الناتج النهائي الغدة في النهاية بتطلع كورتيزول. اللي بناخده الأدوية اللي بناخدها من الصيدلية الناس اعتادت تقولها كورتيزون، لكن الغدة بتطلع كورتيزول. خلاص؟ فده أقوى من الكورتيزول. كورتيزول بالإل أحب يعني هنا تصنع الأوائل، تقولها مظبوط، ده 95% من الجلوكوكورتيكويدز، وبرضو قلنا الليير دي essential for life. زونا ريتيكولاريس عاملة شكل شبكة، خلايا في شكل ريتيكولم يعني شبكة، دي بتطلع السكس هرمونز اللي هو mainly androgen الهرمون الذكري، لكن فيه small amounts of estrogen، يعني هي بتطلع الهرمون الذكري والهرمون الأنثوي، بس أساسا الهرمون الذكري اللي هو الأندروجين.
انا بخاف الطالب يلخبط الزونه الريتيكولاريس يا اولاد هي اللي بتطلع السكس هرمونز، فبقولها في مزاح كده ان في مجله كانت لبنانيه اسمها الشبكه كانت عشان تزود توزيعها بتعني بالامور الجنسيه، فافتكر الشبكه مجله الشبكه دي بتاعت السكس، فريتيكولاريس بتطلع السكس هرمونز، والليير دي طبعا نوت اسينشال فور لايف. بس بحب اقول عنها جمله جميله، معنى هذا الكلام يا اولاد ان كل ذكر او انثى الادرينال كورتكس بتاعته بتطلع ايستروجين اندروجين اند ايستروجين، معناها ان كل ذكر او انثى عنده الهرمون الذكري والهرمون الانثوي، معناها ان الجنس ليس صفه مطلقه، كل انثى عندها شويه اندروجين هرمون ذكري طالعه من الزونه الريتيكولاريس، وكل ذكر عنده شويه ايستروجين طالعه من الزونه الريتيكولاريس، وهنشوف ليه ربنا عامل كده. وعليه لو شاء العلي القدير وطلع ورم طلع اندروجين كتير في انثى، من باتت انثى ستصبح ذكر، هناخد المرض ده اسمه فيريليزم مرض الاسترجاع، والعكس بالعكس لو ذكر طلع عنده تيومر في الخلايا اللي بتطلع ايستروجين من الزونه الريتيكولاريس يعني زاد عنده الهرمون الانثوي، من امسى ذكرا اصبح انثى. هنشوف الامراض دي، فما تقدرش تقسم انك ذكر 100% وحضرتك ما تقدريش تقسمي انك انثى 100%. نحمد الله على ما نحن فيه، لكن وضع اليوم يمكن ان يتغير غدا بسبب مين بقى؟ الشبكه الزونا ريتيكولاريس. دي كانت مقدمه عن الادرينال جلاند. يبقى في كورتكس وفي مظله. الكورتكس بنقسمها لثري زونز، جلوميرولوزا بتطلع المينرالوكورتيكويدز 90% منهم الدوستيرون ومن اسمهم متعلقين بالميه والمينرالز، ودي اسينشال فور لايف. زونا فاسيكولاتا الخلايا في شكل فاسيكل بتطلع الجلوكوكورتيكويدز اللي هو 95% منه كورتيزول، ودي برضو essential for life، ده even دي الأهم، كورتيزول اللي هو اسمه stress هرمون حتى. ثم الزونة reticularis الشبكة، وما تنساش بقى قلت لك بطريقة صعبة تنساها، الشبكة بتعني بالجنس بتطلع السكس هرمونز mainly androgen لكن كميات صغيرة من الاستروجين. وكلنا عارفين المظلة بتطلع كاتيكولامينز اللي هو أهمهم الأدرينالين 80% و 20% نور أدرينالين. طيب ما زلنا بنتكلم الثانسس تخليق الهرمونات، الادرينو كورتيكال هرمونز دول كتركبهم ستيرويدز، واحنا تعلمنا ان الستيرويدز بيتعملوا من الكوليسترول، خلاص مصدر الكوليسترول ده بتجيبه الغده الادرينال كورتكس منين؟ بتجيبه مستورد من البلازما بعمليه اسمها اندوسيتوزيس، ومحلي بتصنع شويه كوليسترول في الكورتيكال سيلز. يعني القاعدة العامة اللي عارفينها ان اي ستيرويد يتعمل من الكوليسترول، وقلت مليون مرة الكوليسترول مش مادة سيئة السمعة لانها بتعمل تصلب شرايين، مش معقول ربنا عاملها في الجسم عشان تعمل تصلب شرايين، كل الستيرويدز بيتكونوا من الكوليسترول، خلاص مصدر الكوليسترول يا اما مستورد هنجيبه من البلازما يا اما بعضه كمية قليلة بتعمل في كورتيكال سيلز. بينما ال أدرينو مظلة لهرمونز اللي هم الكاتيكولامينز عارفين كانوا بيتعملوا من أمينو أسيد اسمه تايروزين اللي هو نفس الأمينو أسيد اللي كان بيعمل التي 3 والتي 4. في تأمل خاص لعبد الله، بص معايا دلوقتي الأدرينال كورتكس والأدرينال مظلة بيشتغلوا لما نبقى ستريست، عشان كده قلنا دي الستريس جلاند. حتى التركيب يا أولاد مادة للتأمل، الاستيرويدز دي بتبقى قلنا بتشتغل جينوميك اكشن سلو، فاكر لما قلنا الاستيرويدز سوليبل الليبيد هتدخل جوه النيوكليس وتعمل ثانسز، والثانسز ده هياخد وقت سلو، فيبقى الادرينال كورتكس بطيئه، بينما قلنا البروتين والبوليبيبتايدز ومعاهم الكاتيكولامينز دول لايبو فوبيك ما بيدوبوش في الليبيد ما يقدروش يدخلوا جوه الخلايا،
فبيمسكوا في السيل ميمبرين ويشغلوا الانزيمات اللي اوريدي موجوده، يبقى رابيد ان اكشن. اظن وصلت الفكره يا اولاد، ان الاستريس جلاند فيها جزء بيخليك تواجه الاستريس بسرعه رابيد اللي هو الادرينال مدله، وجزء تواجه الاستريس ببطء اللي هو الادرينال كورتكس. شوف العظمه الالهيه، مع انها نفس الغده كورتكس ومدله، الكورتكس طلع استيرويدز تبقى اس لو ان فانكشن، بينما المدله تطلع كاتيكولامينز اللي هم رابيد ان فانكشن. فعشان كده لما بنبقى ستريسد الاول يطلع الكاتيكولامينز عشان نواجه الاستريس، لما بتبقى في الامرجنسي فاكر قلنا بيطلع ادرينالين ونو ادرينالين في الفايت والفلايت ده immediately. طب وبعدين لو عندي كرونيك ستريس يبقى هشتغل بعد كده بالكورتيكال هرمونز اللي هم الاسترويدز هم سلو. فاحنا يا اولاد مش جايين نقرا مع بعض، عاوزين نفهم انه وراء الخلق خالق. طيب نبتدي بالجلوكوكورتيكويدز، برضو في شويه يعني ستراكشرز وحاجات زي كده مضطر اقولها بس مش هي الموضوع. قلنا يا اولاد انه الجلوكوكورتيكويدز بيطلعوا من الزونه، فاكرها فاسيكولات الزو، في بعض التكست بوكس هنا موجود ان في الهيومن بينجز الزونه فاسيكولاتا بتاعت الجلوكوكورتيكويدز والريتيكولاريس الشبكه بتاعت السكس هرمونز بيشتغلوا از وان يونت، يعني كوحده واحده. انما خليها دي معلومه تحطها ان ذا باك اوف يور مايند، انما خلينا نصر على ان الفاسيكولات هي اللي بتطلع الجلوكوكورتيكويدز اللي هم 95% منهم كورتيزول. تمام، وهذا الكورتيزول اللي اكتشفه واحد اسمه ادوار كيندول في 1930 ومعاه اتنين تانيين، كان كل واحد بيشتغل لوحده على فكره، ثم الثلاثه مجتمعين ادوار كيندول والاثنين التانيين اللي هم معاه حاز جائزه نوبل في اكتشاف الكورتيزول في سنه 1950. ودي ليها قصه طويله كنت حكيتها في احد الحلقات التلفزيونيه، قصه اكتشاف الكورتيزول وجائزه نوبل وكل واحد شير ازاي، قصه طريفه جدا بس الوقت لا يسع ان انا احكيها. ممكن تراجع على صفحتنا على الفيسبوك هتلاقي انا في حلقه تلفزيونيه عملتها مع الدكتوره مها رداميس اخصائيه التغذيه عن الكورتيزول اذا حبيت تعرف القصه. المهم الجلوكوكورتيكويدز 95% منهم كورتيزول، هنشوف ازاي بيتعملوا. احنا قلنا بيتعملوا من الكوليسترول. فاحنا دلوقتي كل الاستراكشرز دي الاورجانيلز جوه الخليه. فاول ستيب ان الكوليسترول استر يبقى هيدرولايزد في الفاكيولز جوه الخليه فيدي فري كوليسترول. دي اول ستيب. ستيب نمبر 2 الميتوكوندريا تاخد الفري كوليسترول وتحوله الى بريجنينولون. وده البريجنينولون ده المذر، يعني المذر ماتيريال اللي بيتعمل منها كل الاسترويد هرمونز بتاعت الادرينال كورتكس. ستيب نمبر 3 يروح الاندوبلازميك ريتيكولم يتحول الى 11 دي اوكسي كورتيزول. 11 دي اوكسي كورتيزول ده في الاندوبلازميك ريتيكولم. وبعدين ستيب نمبر 4 يرجع تاني للميتوكوندريا، هنا بقى يتحط فيها هيدروكسيل جروب عند كاربون اتوم نمبر 11. وبحب اقولها بطريقه لطيفه قوي، كما قوة شمشون في شعره، قوة شمشون كانت في شعره، قوة الكورتيزول في الهيدروكسيل جروب ات كاربون 11. يعني مبعث قوة الكورتيزول في الهيدروكسيل جروب اللي موجودة عند كاربون 11، لدرجة هقول معلومة ما عليناش للزملاء الأصغر سنا، لو بيبي عنده كونجينيتال نقص في ال 11 هيدروكسيليز انزيم يبقى ما قدرش يحط الهيدروكسيل جروب في كاربون 11، يبقى البيبي ده ما عندوش كورتيزول. عارف ايه اللي بيحصل؟ بورن ديد، يتولد ميت، ما يتحملش اول ستريس في الحياه وهو الاستريس بتاع الولاده. تصور يعني لو فيتس جنين ما عندوش ال11 هيدروكسيليز اللي هي بتحط الهيدروكسيل جروب في كاربون 11، يبقى الكورتيزول ملوش لازمه خالص من غير الهيدروكسيل جروب كاربون 11.
فلا يتحمل الجنين أول استرس في الحياة وهو الاسترس بتاع البيرث وينزل ستيل بيرث يعني ينزل ميتا. لما يتحط الهيدروكسيل جروب في كاربون 11 يتحول إلى كورتيزول. يبقى ده قصة تكوينه في الخطوات بتاعته. يبقى الأول الكوليسترول إستر في الفاكيول اتحولت لفري كوليسترول خطوة أولى، اتحول لبريجنولون خطوة تانية، اتحول في الاندوبلازميك ريتيكولم الى 11 دي اوكسي كورتيزول خطوه ثالثه، رجع تاني الميتوكوندريا وتحط عليه الهيدروكسيل جروب عند كاربون اتوم نمبر 11 ليتحول الى كورتيزول نوت كورتيزون. ترانسبورت ان بلاد خطوه ثانيه. كل ده اسئله ام اس كيو كتير، حتى الاولانيه دي ما بتجيش كتير في الام اس كيو. Transport in blood كنا قلنا كل الاستيرويدز بيبقى soluble in lipid، فعشان خاطر ما ينزلوش في البول بنشيلهم على plasma proteins. مين اكتر plasma proteins بيحب يشيل هرمونز؟ يلا نجمع تجمعات. قلنا globulins. ليه؟ لان عندها ال highest affinity انها تمسك الهرمون. الثيروكس اللي هو T3 T4، فاكر الثيروكس اللي هو T4 طبعا عشان تبقى عارف، ومعاه T3 كانوا بيتشالوا مينلي على جلوبل. هنا الكورتيكوستيرويدز بيتشالوا مينلي على جلوبلز، نفس الفكره برضه. في اكسبشن هنا، مين يذكرني؟ انا كنت قلت الاكسبشن. مين الاستيرويد هرمونز الوحيده اللي ما يكفيهاش الجلوبلز ولازم تتشال على الاكتر؟ هو الالبومين. انا سامعكم، الفيميل سكس هرمونز، الايستروجينز لانهم ثلاثه عشان كده بقول الاستروجين والبروجستيرون، دول بيتشالوا مينلي على الالبوم. يعني الاستيرويدز في الاغلب ده سؤال ام اس كيو يتشالوا على الجلوبلينز. ليه؟ لان الجلوبلينز عنده الهايست افينيتي للاستيرويدز. ما عدا دي بقى بتيجي سؤال هنجيلها في الريبرودكشن باذن الله في الترم الثاني، اللي هو الفيميل سكس هرمونز انهم كميتهم بتزيد جدا في اثناء الحمل، الاستروجين والبروجستيرون بيتشالوا على الالبوم. انما هنا دول بيتشالوا 75% على الجلوبلينز اللي هو بنسميهم كورتيكوستيرويد بايندينج جلوبلين او ترانس كورتين، يعني ناقل الكورتيكال هرمونز. يبقى كورتيكوستيرويد بايندينج جلوبلين او ترانس كورتين. 15% بيتشالوا على الالبومين و10% بيقعدوا فري، وهم دول قلت اللي فري فورم هو ده الاكتف فورم، يبقى 10% منهم بس اكتف والباقي مخزن مخزنينهم شايلينهم. 75% على جلوبلين اللي هو كورتيكوستيرويدز بايندينج جلوبلين او ترانس كورتين، وشويه على قلبي. هنا بقى سؤال ام اس كيو مهم جدا، امتى ينقص الكورتيكوستيرويدز بايندينج جلوبلين؟ هو بيتعمل ده جلوبلين بلازما بروتين بيتعمل في الليفر، يبقى لو عاني الكبد عنده بايز، عنده هيباتيك سيروزيس تليف في الكبد، او لو عنده نيفروزس بيفقد الجلوبلين مش ما بيعملوش، يبقى الليفر لما يبوظ ما يعملش الجلوبلينز. طب والكليه لما تبوظ تفقد الجلوبلينز؟ يبقى في الحاله دي كورتيكوستيرويدز بايندينج جلوبلين هيحصل له ايه؟ هيقل. في سؤال صعب هنا وبقوله للزملاء الاصغر، فكر معايا. يبقى اما يقل الجلوبلينز اللي بيشيل الكورتيكويدز يبقى الباوند فور هيقل، مفيش حاجه تشيله. طب ما هو اللي مش هيبقى باوند يا اولاد هيقعد في الفري فورم، يبقى الفري فورم هيزيد مش كده؟ يبقى في هذه الحاله لما الفري فورم يزيد هينقص الادرينوكورتيكوتروفيك هرمون، تبقى عارف هذا الكلام. طب بالعكس، امتى بيزيد الكورتيكوستيرويدز بايندينج جلوبلين؟ بالايستروجين. الايستروجين بيستيميليت الكبد انها تعمل الكورتيكوستيرويدز بايندينج جلوبلين. ده مش بس الكورتيكوستيرويدز بايندينج جلوبلين، والثيروكسين بايندينج جلوبلين اللي عاوز تعرف. طب وايه اكتر حاله بيزيد فيها الايستروجين؟ البريجننسي يا اولاد، البريجننسي الحمل. وعليه بقى السؤال الاهم والاصعب، يبقى الست وهي حامل، ده للزملاء بقول الاصغر سنا ياخدوا بالهم، الست وهي حامل الايستروجين كتير في اثناء الحمل بيستثير الكبد انها تعمل كورتيكوستيرويدز بايندينج جلوبلين فيباوند الكورتيكوستيرويدز، يبقى الباوند فورم هيزيد، يبقى الفري فورم هيقل،
لما يقل الفري فورم يزيد الادرينوكورتيكوتروفيك هرمون بالنيجاتيف فيدباك فيكبر الغده، الادرينال كورتكس تكبر، وكذا الثايرويد جلاند برضو. ان الايستروجين بيزود الثايروكسين بايندينج جلوبولين وعليه الباوند فورم اوف ثايروكسين يزيد، فالفري فورم اللي هو الاكتيف فورم يقل، فالثايرويد ستيميليتنج هرمون يزيد فغده الثايرويد تكبر. اشوف مين هيفتكرها في الترم القادم باذن الله. يبقى في اثناء الحمل يا اولاد، وده قصد الهي، لان الست بتطلع بوظائف اكثر، معظم الغدد الصماء بتكبر، واديك عرفت السر. اقوله لك تاني، الايستروجين بيستثير الكبد انها تزود الجلوبلينز اللي بيمسك الكورتيكوستيرويدز اللي هو الكورتيكوستيرويدز بايندينج جلوبلين، واللي بيمسك الثيروكسين اللي هو الثيروكسين بايندينج جلوبلين، فالباوند فورم يزيد، فالفري فورم الاكتف فورم يقل، فبالنيجاتيف فيدباك الاي سي تي اتش تزيد يكبر الادرينال كورتكس، والثايرويد ستيميليتنج هرمون يزيد يكبر الثيروكسين. وبذا وصلنا اللي احنا عاوزينه، ان الغدد الصماء بتكبر في اثناء البريجننسي، لان البريجننسي وضع يحتاج تآذر من الست كده ونشاط زائد، لانه شخصين في شخص. اتمنى تكون وصلت الفكرة. نيجي على الميتابوليزم. كمعظم الهرمونات يا اولاد بيبقوا inactivated في الليفر بالريدكشن او بالكونجوجيشن توجلوكورونيك اسيد. وانت عارف ايه سبب الكونجوجيشن توجلوكورونيك اسيد او حتى توسلفر جروب ايه ميستو؟ شوف مين عارف باي قولولي، عشان انا مش عارف باي كويس. بيخلي الحاجة ووتر سوليبل، وبالتالي easily excreted in يورين. يبقى فهمت؟ يبقى معظم الهرمونات بتبقى inactivated في الليفر بالريدكشن او الكونجوجيشن. الكونجوجيشن بيبقى مع حاجه من اثنين، الاشهر جلوكورونيك اسيد، جلوكورونيك اسيد، جلوكورونيك اسيد او سلفر جروب، يخليها ووتر سوليب فنقدر نتخلص منها في اليورين. طيب، وعليه هنا بقى اهي في الليفر ديزيزس وفي السيرجي الاستريس بيزيد الفري كورتيزول. طبعا اظن دي فاهمها ليه، دي تطبيق على هنا، لما في الليفر ديزيز ما بنعملش الجلوبل اللي بيمسك الكورتيكوستيرويدز، فالباوند فورم يقل فالفري فورم يزيد، دي اللي هي عكس البريجنسي. دي الاسئله اللي بتصلح هنا يا اولاد تيجي ام اس كيو. نبتدي بقى كام المهم. تعال نشوف الاكشنز اوف جلوكوكورتيكويدز. يبقى actions of glucocorticoids اللي هو الكورتيزول، 95% من الجلوكوكورتيكويدز كورتيزول اللي هو الستريس هرمون. ده حضرتك تكتب لي عليه نظري مهم، مش أس ألف أس مليون. هتقول لي ليه بتقول كده؟ فهمك ان الكورتيزول ده اهميته في الطب مش انه هرمون essential for life، دي نمرة اتنين، دي حاجة اكاديمية. انما الكورتيزول ده واحد من اهم العقاقير الدراجز اللي بنستخدمها في الطب. وامتى؟ في الامراض العضال، يعني لما مرض بنعجز امامه فبنعمل ايه عشان المريض يقدر يتخطى المحنة دي؟ نديله الاستريس هرمون احنا كعقار، وهو الكورتيزول. فلا يصح، لا يصح ان طالب كلية الطب ما يعرفش كل صغيرة وكبيرة عن الكورتيزول. فعشان كده انا هقوليه اهتمام اكثر، مش بس لانه في الامتحان مهم جدا، لانه عنده سنترال يعني بوزيشن في الميديسن. ان الكورتيزول ده ليس فقط هرمون وليس عقار يستخدم في الهايبوكورتيزيزم، زي مثلا واحد يقول لي ما احنا الثيروكسين بنستخدمه في الناس اللي عندهم هايبوثيروديزم، في اللي عندهم هايبوثيروديزم، انما الكورتيزول بنستخدمه I'm not kidding في الاف الامراض. ولما اقول الاف الامراض فانا اعني الاف الامراض، وفي امراض كثيره عضال لا يمكن الانسان يتخطى هذه المحنه من غير ما ياخد هرمون الكورتيزول.
فعشان كده بليز عاوزك تسمعني كويس قوي قوي. احسن تقسيمه للاكشنز او الفانكشنز اوف جلوكوكورتيكويدز، وهي الاكشنز احسن هنا، هقول لك ليه، ان نقسمه لثلاث مجموعات. ان لو دوز يعني في لو ليفل ان، او في نورمال ليفل، او في هاير ليفل. يعني في الفيسيولوجيكال ليفل بيعمل ايه؟ اقل من الفيسيولوجيكال ليفل بيعمل ايه؟ في هاير فيسيولوجيكال، يعني كعقار بقى، ما انا لما هديه عقار هديه بجرعه كبيره هيعمل ايه؟ يبقى هنقسم الاكشن اوف جلوكوكورتيكويدز او كورتيزول الى مجموعات ثلاث. دي احسن تقسيمه وورد وايد في العالم. ان لو ليفل، النورمال فيسيولوجيكال ليفل، ان هاير فارماكولوجيكال كعقار فارماكولوجي ليفل. يبقى اتفقنا من الاول، وده واحد من اطول الاسئله طبعا. تيجي ان لو ليفل عنده حاجه اسمها بيرميسيف اكشن. واحد يقول لي مش فاهم، بيرميسيف جاء من كلمه بيرميشن يعني تصريح، يعني في هرمونات ما هياش كورتيزول ما تقدرش تعمل العمل بتاعها غير في وجود كمية صغيرة من الكورتيزول. مش الكورتيزول اللي هيعمل العمل خالص، انما هيديها البرميشن في وجوده فقط تستطيع هذه الهرمونات ان تؤدي وظائفها. وظائفها هي، عشان تعمل وظائفها هي لازم يبقى فيه low dose of كورتيزول. فعشان كده سموها permissive action. وهناخد ثلاثة actions. الجلوكاجون عشان يعمل جلايكوجينوليسيز، يكسر الجلايكوجين الى جلوكوز، عمر ما ده هيحصل غير لو في لو ليفل اوف كورتيزون. طيب الكاتيكولامينز والجروث هرمون عشان يعملوا لايبوليسيز، يحطموا الليبيد، لازم يبقى في لو ليفل اوف كورتيزون. الكاتيكولامينز ومعاهم الانجيوتنسين 2 اللي هو اقوى ماده بتعمل فازو كونستريكشن، ما يقدروش يعملوا فازو كونستريكشن للارتريولز غير لو في لو ليفل اوف كورتيزول. فده معنى كلمه بيرميسيف اكشن، يعني لازم عشان الهرمونز دي تعمل الاكشن بتاعتها مين يديهم البيرميشن؟ الكورتيزول بيخلي الجلوكاجون يعمل جلايكوجينوليسيس، الجروث هرمون والكاتيكولامينز يعملوا لايبوليسيس، الانجيوتنسين 2 كاتيكولامينز يعملوا فازو كونستريكشن ارتريولز، فقط في وجود لو دوزز اوف كورتيزول. الحقيقه انا عاوز في الكورتيزول محاضرات، بس هقول لان كل كلمه لها معنى. هديك اهميه الاكلينيكيه لهذا الكلام. عيان في اوضه عمليات نزف ولسه ما جاش الدم عشان نستعوض الدم اللي هو نزف، حقنة كورتيزول يسموها ديكادرون is life saving عبال ما نجيب الدم. ليه؟ الكورتيزول مش هو اللي هيعمل فازوكونستريكشن في الارتريولز ويحافظ على الضغط، لكن في وجوده الكاتيكولامينز والانجيوتنسين 2 هتكونستريكت الارتريولز وتحافظ على الارتريال بلاد بريشر لحد ما يجي الدم. فلايف سيفينج انك تدي العيان اللي بينزف ولسه ما جاش الدم في اوضه عمليات انك تدي له كورتيزول على وجه التحديد اسمها ديكادرول، عشان تعرفوا قيمة الكلام. تدي بقى الفيسيولوجيكال اكشنز. خلاص؟ بحب اقولها ان ده بيمثل الوجه السيء في الاكشن على الميتابوليزم، يمثل الوجه السيء للكورتيزون اللي هو اول حاجة. وهنا على فكرة كام اكشن؟ يمكن لو هنشوف مع بعض كام اكشن هنلاقيهم 9 اكشن. فيسيولوجيكال اكشن اوف كورتيزول 9 اللي هو النورمال ليفل فيسيولوجي. الاكشن على الميتابوليزم بيمثل الوجه السيء للكورتيزول، لدرجه ان انا قلت حاجه ان اللي بياخد جرعات بقى كبيره من الكورتيزول يبقى الفيسيولوجيكال اكشن ده هيتضاعف، الكورتيزول هيضير العيان، ده السايد افكتس بتاعته، هتشوف ايه اللي هيحصل. وبقول جمله انا عارف انها قاسيه قليلا، اللي بياخد جرعات كبيرة من الكورتيزول فور لايف في الآخر بتودي بحياة المريض. فحتى بقول من لم يمت بمرضه مات بالكورتيزول.
طب واحد يقول لي طب ليه بندي الكورتيزول؟ هقول لك المرض، ما احنا مش هنديه في اي مرض، هنديه بجرعات كبيره ولمده طويله في الامراض العضال. المرض العضال ده هيقضي على العام مثلا في 5 سنين. وما انا لما اديله كورتيزول الكورتيزول هيضيره بس بعد 10 سنين، يبقى كسبنا. عشان تبقى فاهم ليه المصايب اللي هقولها دي ومع ذلك بنستخدم الكورتيزول كواحد من اهم العقاقير في الطب. لانه يعني هنقول ايه؟ بلاء اخف من بلاء. بلاء الكورتيزول اخف من بلاء المرض العضال. تيجي بقى الاكشن على الميتابوليزم، كوارث على الكربوهيدرات بقى سهله، احنا عارفينها يا اولاد. قلنا الانسولين على الكربوهيدرات والفات زي الفريك ما يحب الشريك. فالانسولين هو الوحيد اللي بيعمل هايبوغلايسيميا، بقيه الهرمونات تعمل هايبرغلايسيميا وديابيتس. الانسولين بيعمل لايبوجينيسيس يكون الفات، بقيه الهرمونات تعمل لايبوليسيس وكيتوجينيس. ده القواعد اللي حطيتها. فاول اكشن على الكربوهيدرات ديابيتوجينيك، ان العيان اللي هياخد كورتيزول بجرعه كبيره لمده طويله، مش اي قرص كورتيزول، جرعه كبيره لمده طويله هيجيله ديابيتس، ديابيتوجينيك. ليه؟ ايه اهم اكشن؟ فكر هو ازاي بيزود الجلوكوز. علمتك تفكر. عشان اي حاجه تزيد في البلد ملهاش دعوه بالفسيولوجي، لازم تزود الوارد وتقلل الصادر. هو بيعمل كده بالظبط. فالكورتيزول بيزود الوارد. من اين يارد الجلوكوز؟ الامينو اسيد، بعمليه اسمها جلوكونيوجينيسيس. ده افتكر اهم اكشن للجلوكوكورتيكويدز، للجلوكوكورتيكويدز هو الجلوكونيوجينيسيس. ليه؟ لان الكورتيزول ستيرويدز، والستيرويدز بتعمل ثينسيس. عارف ثينسيس ليه بقى؟ فتح ودانك، فتح ودانك، بتزود الثينسيس بتاع الجلوكونيوجينيتك انزيمز، بيزود الجلوكونيوجينيتك انزيمز، فتتحول الامينو اسيد الى جلوكوز. طيب بيجيب منين الامينو اسيد دي؟ بيجيبها من الاتي: اكسترا هيباتيك، بيزود الاكسترا هيباتيك بروتين كاتابوليزم. حتى هنا نقص انا عاوز اصلحها، يعني بيكسر كل حاجه ما عدا الكبد. اكسترا هيباتيك بروتين كاتابوليزم، فتديني امينو اسيد. وبعدين يخلي يعني انا بقول الكورتيزول بيحطم الانسان جلده لحمه عضم، كل حاجه ما عدا الكبد. اكسترا هيباتيك يكسرك، يجيب امينو اسيد. والليفر بقى تاخد الامينو اسيد دي اهو، يزود الهيباتيك ابتيك اوف امينو اسيدز، يحولها بالجلوكونيجينسيس الى جلوكوز. يبقى كده زود الوارد. طب وازاي بينقص الصادر؟ اهو اقرا معايا. بيقلل الجلوكوز يوتيلايزيشن باي ماسلز واديبوز تيشو. خد بالك دول اكتر اتنين بيستخدموا الجلوكوز. الماسلز يا اولاد بتمثل حوالي 50% من الجسم، 40% سكيليتال ماسلز، و10% كاردياك اند سموث. يعني 50% من الجسم بيمنعوا انه يستخدم الجلوكوز. وطبعا شوف بقى كميه الاديبوز تيشو. يبقى زود الوارد بالجلوكونيوجينس. اوعى تنسى دي اهم اكشن، دي مليون بتيجي مليون مره في الام اس كيو. الجلوكوكورتيكويد بتزود الجلوكونيوجينس، اوعى تنسى. بيكسر الجلد واللحم والعظم، كل حاجه ما عدا الكبد، الى امينو اسيد. والكبد تروح واخده الامينو اسيد ومحولها للجلوكوز. ما هو الكورتيزول زود الجلوكونيوجينيتك انزايم، الستيرويدز بيعمل تنسيف انزايمز. يبقى جبنا زودنا الوارد ومنعنا الصادر. مين منعنا الصدر بمين؟ باكتر من نص الجسم. منعنا الجلوكوز يوتيلايزيشن باي ماسل اللي هي نص الجسم، وفوق البيعه فوق النص الاديبوز تيشو. مش كده وبس. وبيقلل افينيتي اوف انسولين ريسبتور تو انسولين، يعني بيضاد الانسولين. وبيقلل الموبيليتي اوف جلوكوز ترانسبورتر، نقل الجلوكوز. الجلوكوز عشان يستخدم لازم يتنقل، بيتشال على كارير، فهو بيقلل الجلوكوز ترانسبورترز. وعشان يستخدم الجلوكوز لازم يحصل له فوسفوريليشن، يتحول لجلوكوز 6 فوسفيت، بيقلل الفوسفوريليشن. يبقى كل ده داخل في نمره 2 ان هو بيقلل يوتيلايزيشن. يبقى بيقلل يوتيلايزيشن ازاي؟ باي ماسل واديبوز تيشو. ازاي؟ الميكانيزم عن طريق انه بيقلل افينيتي
of insulin to insulin receptors بيقلل الجلوكوز ترانسبورتر بيقلل الفوسفوريليشن. يبقى عاوز نفكر يا اولاد في واحد من الهرمونات المهمه جدا. And don't ever forget the rest of your life. اول كارثه للناس اللي بتاخد كورتيزول بجرعات كبيره لمده طويله يجي لها سكر. لانه زود الوارد في جمله اللي هو الجلوكونيوجينيسيس وقلل الصادر، منع المصل اللي هي نص الجسم والاديبوز تيشو من استخدام الجلوكوز، بانه قلل الافينيتي اوف انسولين ريسبتور تو انسولين اللي هو هيحرق الجلوكوز، قلل الفوسفوريليشن، قلل الجلوكوز ترانسبورترز. دي اول مصيبه. تاني مصيبه على البروتين. ده اهم كاتابوليك هرمون في الجسم. اكسترا هيباتيك كاتابوليزم. يعني بيحطم كل حاجه ما عدا الكبد. انا بزعل حتى من الاوثرز هنا اللي يكتب لك اكسترا هيباتيك كاتابوليزم، بس مضطر نمشي زي ما العالم ماشي. هو بيحطم كل البروتينات مش ما عدا الكبد لصالح الكبد زي ما هنشوف. هي مش ما عدا بيحطم الانسان لما هنشوف في الامراض المحاضره القادمه. يبقى افتكر الجمله دي، جلد اديني بشاور بالليزر ولحم وعظم ما عدا الليفر. لما يتحطم البروتين دي هياخد امينو اسيد خلاص، ما يمنع المصل والاديبوز تيشو انها تاخدها. يعني مش بس حطمها وجاب منها الامينو اسيد ما تاخدهاش، مين اللي ياخدها بقى؟ بيزود الامينو اسيد ترانسبورت انتو ذا ليفر سيلز. حطم الانسان مش ما عدا الكبد، جلده لحمه عظم لصالح الكبد. فالكبد يلاقي عنده بقى ايه؟ طوفان من الامينو اسيدز، فيزود اول حاجه لسه قايلينها جلوكونيوجينسيز، تعمل عمل الجلوكوز من الامينو اسيد من مصدر جديد، عشان كده يسموها جلوكونيو، نيو يعني جديد. تخليق الجلوكوز من مصدر جديد هو الامينو اسيد يجيب لك سكر. ويزود البلازما بروتينز، ما بتتصنع في الليفر، الليفر من كتر الامينو اسيد يزود تصنيع البلازما بروتين، ايفن يزود الليفر بروتين. هتقول لي علمنا طب. يبقى في البروتين كاتابوليزم، اكبر هرمون بيعمل كاتابوليزم هو الكورتيزول. خد بالك اللي فاكر الباراثورمون اكبر معول لهدم البوم بس، الباراثورمون، انما الكورتيزول بيهدك عظم ولحم وجلد ثلاثه. الباراثورمون يهد العظم بس، انما الكورتيزول عظم ولحم وجلد. لصالح مين؟ مش ما عدا ليفر. يعني بزعل من كلمه اكسترا هيباتيك، بره الليفر، هي فور ذا سيك اوف ليفر. ليفر يلاقي عنده طوفان من الامينو اسيد، يعمل منها جلوكوز ويعمل منها بلازما بروتين ويعمل منها ليفر بروتينز. طالب يقول لي طب ادينا معلومه اكلينيكيه تحببنا كده ونفتكرها. اقول لك حاجه، واحد عنده هيباتايتس، التهاب في الكبد، سواء كان بسبب بقى فيروس سي فيروس بي ايا كان الاسباب، في مليون سبب غير الفيروسات، وعنده بقى فالمينيتنج هيباتايتس، يعني هيباتايتس فظيعه، يبقى انا دلوقتي همي في مين؟ انقاذ مين؟ الكبد. فهضحي بالجسم لصالح الكبد. يبقى ده اونلي تريتمنت اديله كورتيزول، لانه هيحطم الجلد واللحم والعظم وياخد امينو اسيد ويديها هديه لليفر. فالليفر بروتين اون ذا كونتري هتزيد، هي والبلازما بروتينز، وايفن يزود الجلوكوز. شيء رائع. طب نيجي على الليبيد، قلناها عكس الانسولين، الانسولين بيعمل لايبوجينيسيس وانتي كيتوجينيك، يبقى هنا لايبوليسيس وكيتوجينس، لايبوليسيس وكيتوجينس 100%. عشان يعمل لايبوليسيس لازم يزود الاكتيفيتي اوف لايبيز انزيم، هيعمل لايبوليسيس. طب امتى يتكون الكيتون بوديز؟ علمتها لكم. كيتون بوديز يتكون لما تحرق فات في عدم وجود جلوكوز. يعني مش حرق الفات يدي كيتون بوديز، لازم تبقى فاهم بايوكيمستري كويس. حرق الفات في عدم وجود جلوكوز. طب ما هنا هو بيحرق الفات ومفيش مش قادر يحرق جلوكوز، قلنا ليه؟ لان هو بيقلل افينيتي تو انسولين، مش كده؟ وبيقلل الجلوكوز ترانسبورتر فوسفوريليشن، فده وسط امثل لتكوين الكيتون بوديز. يبقى الانسولين لايبوجينيسيس وانتي كيتوجينيك، انما هنا لايبوليسيس وكيتوجينيس. ده الاكشن على الميتابوليزم اللي هو اول واحد في التسعه واطول واحد عشان ما تتخضش، ويمثل الوجه السيء للكورتيزول على
كربوهيدرات هيجيب لك سكر، البروتين هيحطمك جلد ولحم وعظم لصالح الكبد، الليبيد لايبوجينسيس لايبوليسيس اسف وكيتوجينس عكس الانسولين اللي هو لايبوجينسيس وانتي كيتوجينيك. نيجي الاكشن رقم 2 يا اولاد اللي هو انتي ستريس. ما هو قلنا ستريس هرمون، قلت لك الفار اللي شالوا منه جوث ادرينال كورتكس ما قدرش يتحمل كرونيك بين، شكشكه مات. انتي ستريس ده اهم انتي لدرجه سموه ستريس هرمون الجلوكورتيكويد، وسموا الغده ستريس جلاند. ازاي هو بيشتغل كانتي ستريس؟ حقيقه الامر يا اولاد المين ميكانيزم اوف اكشن از اوبسكيور، حدش عارفه، انما في ناس بتقترح حاجات بعض الزملاء مصرين عليها. اوكي انه بيزود المواد المولده للطاقه فالجابه الاستريس، لانه بيزود الجلوكوز دايبيتوجينيك والهايبوليسيز يزود الفري فاتي اسيد. طيب بيزود الامينو اسيد لو عاوز تعمل ريبير، احنا قلنا بيعمل كاتابوليزم بيديك وفره من الامينو اسيدز، وقلنا في البرميسيف اكشن انه عنده بريسور افكت بيعلي الضغط. بريسور افكت اهي. نيجي على الابيتايت على الشهيه، في تو اكشنز depending على situation، هبقى اشرحها في مرحله لاحقه situation لما نيجي للميتابوليزم في الابيتايت. ممكن يزود الابيتايت عن طريق مين؟ بيزود الابيتايت، انا بس عاوز اتاكد ان الصوره قصادك واضحه، يزود الابيتايت عن طريق انه بيزود النيوروبيبتايد واي والكورتيكوتروبين ريليسينج هرمون، دول بيزودوا الابيتايت، هناخدهم في الميتابوليزم باذن الله. وممكن نقص الابيتايت عن طريق انه يزود الليبتين. الاول بس عشان تفتكرهم، اهم واحد بيزود الابيتايت هنا اسمه نيوروبيبتايد واي، حتى بقولها بطريقه فيها مزاح عشان تفتكرها. Why you are eating too much؟ ليه شهيتك مفتوحه وبتاكل كتير؟ فانت ترد عليها بهزار تقول لي because of neuropeptide Y. Why you are eating too much؟ because of neuropeptide Y. طب دي تذكرك النيوروبيبتايد واي هو اللي بيزود الابيتايت. طب طالب قال لي هتذكرنا ازاي ان الليبتين هو اللي بينقص الابيتايت؟ ليبتين يا اولاد معنى الكلمه اي ان يعني بروتين، ليبت معناها ثين واحد رفيع، يبقى ليبتين هو البروتين اللي بيرفع. طب عشان يرفع لازم يعمل ايه في الابيتايت؟ يقلل الابيتايت، يبقى ده تاثيره على الابيتايت. انا خدت اول 3 في 9 واكبر 3 في الفيسيولوجيكال فانكشنز، يعني انا بحاول اجمعهم لك عشان تفتكرهم. 3 متعلقين ببعض، ميتابوليزم مع ابيتايت، وطبعا زياده الجلوكوز وزياده الامينو اسيدز دي خلتني اجابه الاستريس اللي هي اهم وظيفه انتي ستريس فانكشن. يعني قلت لك قول لي 1 فانكشن في الكورتيزول في 9 الفيسيولوجيكال، اختار واحده بس ما تقوليش 9، تقول لي انتي ستريس. فخدت لك اول 3 مع بعض، ميتابوليزم مع ابيتايت مع ستريس. طيب نكمل. نيجي الاكشن على الكارديو فاسكولار، على الكارديو فاسكولار سيستم اهو، وباخدها مع البلاد سيلز. يعني الكارديو فاسكولار جوه بلاد، فبحاول اجمعهم لك. 4 مع 5 كارديو فاسكولار مع بلاد سيلز. انه الوضع كالاتي، كارديو فاسكولار مع بلاد سيلز، في الكارديو فاسكولار هو بيمنتين النورمال ارتيريال بلاد بريشر. حتى قلنا عشان كده حتى في اوضه العمليات لو واحد نزف كنا بندي له حقن الديكادرون كورتيزون از لايف سيفنج. ازاي بيحافظ على الضغط؟ تعال نشوف. اول حاجه اينوتروبيك، يعني بيزود قوه انقباض القلب. انا قلت اينو هو اله القوه عند الاغريق، فاينوتروبيك يعني يزود انقباض القلب عن طريق مين؟ حافظينها انتوا كويس قوي، البيتا ريسبتورز. فاكر البي بي بيتا ان بي بي بيتري اكسبت على 3 حاجات، هارت اهو بتستيموليت الهارت، زود اينوتروبيك وهرمون وميتابوليزم، وبيزود الصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز خلاص. وبعدين بيمنع الفازو دايلتيشن بانه بينقص البروستاجلاندين، فطبعا ما فيش فازو دايلتيشن يبقى الضغط يبقى كويس، الفازو دايلتيشن هينقص الضغط. يبقى هنا
بنشتغل على الكاردوفاسكولار. نيجي بقى بيمنتين البلاد فوليوم ازاي؟ بانه بينقص الفاسكولار بيرميابيليتي، فما فيش ميه تخرج كتير من البلاد.